تمكين الشباب هو واحد من أهم أدوات الدولة في الجمهورية الجديدة، عشان كده بنشوف اهتمام كبير بكل الفعاليات الخاصة بالشباب، واللي كان آخرها منتدى شباب العالم، وكان فيه عدد من التوصيات والمبادرات اللي بتوفر حاضنة لمشروعات وأفكار الشباب. تعمل الدولة على تمكين الشباب ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال إنشاء حاضنة أعمال للمشروعات الناشئة بربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل، وهو ما تم التأكيد عليه في توصيات منتدى شباب العالم الذي أقيم مؤخراً في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشملت التوصيات أيضاً تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتشكل رؤية استشرافية للدولة. وأيضاً تم إطلاق النسخة المصرية لمبادرة شباب بلد التي تعكس اهتمام مصر بكافة المبادرات التي تفتح آفاق الابتكار والإبداع وتعزز مشاركة الشباب في الجهود التنموية وتفتح لهم فرص التطور لمواكبة المستقبل. ويركز عمل منصة شباب بلد على تحسين مهارات الشباب وإحداث تحول في التعليم المستمر وغرس مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب. كذلك تسعى المنصة لتأهيل الشباب في مرحلة مبكرة للاستعداد لاحتياجات سوق العمل، كما أنها تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتصبح كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة.